صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. حلقه جديده من المجله السياحيه زي ما احنا متعودين معاكم في ميعادنا الاسبوعي، بنكون معاكم على مدار حوالي 50 دقيقه بنتعرف على اهم واخر اخبار السياحه المصريه والعربيه والعالميه، وده بيكون من خلال نشرتنا السياحيه او جوله اخبارنا، وايضا بنناقش احد اهم القضايا المتعلقه بصناعه السياحه وخاصه في مصر، وده بيكون من خلال وقفتنا الحواريه اللي الحقيقه هيكون موضوعها النهارده اللي بيفرض نفسه طبعا مع اقتراب عوده الرحلات الروسيه بين مطار موسكو والقاهرة، وهو الاستعدادات لاستقبال السياحة الروسية في الفترة المقبلة. وهيكون ضيفنا الحقيقة في هذا الحوار أستاذ باسم حلقة نقيب السياحيين. اسمحوا لنا مشاهدينا أن احنا نبتدي معاكم أولا بالأخبار وفقرتنا ونشرتنا الإخبارية، وأولا العناوين. وزيرة السياحة الجديدة تجتمع مع ممثلي القطاع الخاص للوقوف على أهم المعوقات وتعيد تشكيل اتحاد للغرف السياحية. وزارة الزراعة تؤكد أن حجرة نوم مخصصة للملك فاروق بحديقة الحيوان بالجيزة لا تعد من المقتنيات الأثرية. ومنظمة السياحة العالمية تتوقع حلول إسبانيا مكان الولايات المتحدة كثاني وجهة سياحية في العالم. ومن العناوين إلى الأخبار والمزيد من التفاصيل، وبنبتديها مع حضراتكم طبعا من مؤتمر حكاية وطن اللي انتهى بالأمس وكان على مدار 3 أيام الماضية. وبالطبع خلال هذا المؤتمر وكشف حساب اللي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال الـ4 أعوام الماضية، كان فيه أيضا حديث بشكل كبير عن قطاع السياحة في الفترة الماضية والتطلعات أيضا للفترة المقبلة. فخلال هذا المؤتمر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن ما حدث لقطاع السياحة كان مخطط لإيذاء مصر وتسبب في فقدان ما يقرب من 100 مليار دولار في 6 سنوات، مما فاقم بالطبع من أزمة الاقتصاد. وأشار الرئيس خلال فعاليات المؤتمر إلى ضرورة قيام جميع المواطنين وليس الأجهزة الأمنية فقط في حماية السياحة باعتبارها مصدرا هاما للدخل القومي. ومن جانبه أيضا أشار محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال جلسة المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن إن عام 2016 كان صعب، حيث فقد الاقتصاد المصري مصدر رئيسي من الدخل الأجنبي يأتي من قطاع السياحة. وأضاف عامر إن إيرادات القطاع السياحي المصري بتصل إلى 12 مليار دولار سنويا مما يدعم اقتصاد البلاد. يعني زي ما بيشير الخبراء انه فعلا عام 2016 كان عام غير جيد بالنسبه لقطاع السياحه، لكن في النصف الثاني من عام 2017 ابتدت المؤشرات تكون ايجابيه، واحنا في اول 2018 بنتمنى انه هذه المؤشرات تستمر وانه يكون في افاق افضل لقطاع السياحه في هذا العام. بنروح الى هذا الخبر، وطبعا بدايه النشاط للوزيره رانيا المشاط بعد توليها حقيبه وزاره السياحه مؤخرا. فعقدت وزيره السياحه رانيا المشاط اجتماع مع مجموعة من ممثلي القطاع السياحي الخاص والمستثمرين السياحيين، كما التقت أيضا بممثلي قطاعات السياحة النيلية والفنادق العائمة والسياحة الاستشفائية والعلاجية والدينية. بتأتي هذه الاجتماعات في إطار الوقوف على أهم المعوقات التي تواجه القطاع السياحي الخاص والعمل على حلها. وعقدت الوزيرة أيضا اجتماع مع مستثمري طابة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومجموعة مستثمري الأقصر وأسوان وبعض أصحاب الفنادق وشركات الإدارة الفندقية العالمية.
مع بدء تولي الوزيرة وزيرة السياحة رانيا المشاط، أيضا هناك بعض القرارات اللي اتخذتها بتتعلق بهذا القطاع، فأصدرت قرار بتعيين نورة علي رئيس للجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة 3 أشهر، وتضمن القرار أيضا تعيين كل من علاء عقل عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، ومصطفى سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة. وبتأتي هذه القرارات عقب تولي الوزيرة منصبها الجديد. خلونا نتابع معلومات أكثر عن الوزيرة وزيرة السياحة الجديدة رانيا المشاط من خلال هذا الفاصل وما به من معلومات. لسه بنكمل معاكم أخبارنا وبنروح لهذا الحدث الهام، وهو طبعا مشاركة مصر في معرض الفيتور بإسبانيا، وهذه المشاركة طبعا اللي بتعد ترويج سياحي لمصر في مختلف المعارض الدولية الخاصة بقطاع السياحة. ونتكلم عن هذا المعرض، افتتح رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري الجناح المصري المشارك في فعاليات المعرض السياحي الدولي فيتور في دورته 38 والمقام بالعاصمة الإسبانية مدريد. بيضم الجناح المصري 20 عارض مصري بيمثلوا شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران، وبيعد المعرض من أكبر المعارض السياحية للدول الناطقة بالإسبانية، كما يمثل بداية الأجندة الدولية للمعارض السياحية للعام الجاري 2018. هنحاول نتعرف على تفاصيل أكثر عن مشاركة مصر في هذا المعرض، معرض الفيتور في إسبانيا، مع من الأستاذ محمد عثمان الخبير السياحي والموجود في مدريد في هذا المعرض ومشارك فيه. أستاذ محمد صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. يعني أستاذ محمد، كلمنا عن الاختلاف هذا العام في مشاركة مصر في معرض الفيتور، وكان يعني بيتردد كلام عن أنه المشاركات في هذه المعارض السياحية يعني بتشوب بعض الجوانب السلبية، إزاي أن احنا قدرنا نتلافاها في هذا المعرض؟ طيب احنا خلينا نقول أولا أنه نعمل مقارنة بسيطة كده جدا ما بين المعرض السنة اللي فاتت والمعرض السنة دي. المعرض الفيتور السنة دي أولا معني أساسا بالسياحة الثقافية والأمريكا اللاتينية، وحضرتك عارفة أن أهمية السياحة الأسبانية والأمريكا اللاتينية بالنسبة لصناعة السياحة الثقافية هي تعتبر او في كاس وقت من الاوقات رقم 2
لدعم السياحة الثقافية. رقم اثنين، المقارنة لا تكاد يعني توضع جنب بعضها ما بين العام الماضي. العام الماضي الناس كانت بتسأل على الأمن في مصر، السنة دي الناس بتسأل على برامج في مصر. السنة دي الناس كانت بتتكلم بتقول نيجي أو ما نجيش، السنة دي الناس بتتكلم ممكن طيارة أو اثنين إن شاء الله، ده اللي يعني هيبقى إن شاء الله خبر مؤكد بس مش لغاية دلوقتي في الصيف. فلا يمكن مقارنة العام الماضي بالعام الحالي. إذا حضرتك هدي لك رقم واحد بقى، رقم معين بس، هو إن نسبة التدفق السياحي السنة اللي قبل اللي فاتت عن اللي فاتت كانت 56%. لو أنا ارتفعت بنفس النسبة مرة ثانية أعتقد إن سنة 2018 2019 هتكون سنة واعدة وقوية لعودة السياحة الأسبانية. أما فيما يقال بإن مثل هذه المعارض بيشوفها بعض العلامات أعتقد إنها التواجد هذا ضروري، لأن حضرتك اولا كيف يلتقي البائع والمشتري، ده رقم واحد. رقم اثنين، المعارض دي هي الوسيله الاولى والاقوى لتحسين الصوره الذهنيه عن مصر وهو ما تحتاجه مصر الان. انت عندك بتقولي كل الاسواق العالم اللي موجوده، الاجنده بتاعت المعارض تبدا في يناير واولها الفتور، وانا اعتقد ان التواجد المصري هذا العام مشرف جدا. عدد الشركات السياحيه المصريه والمفاجأة المصرية التي تعمل في أسبانيا، يعني أنا مبهور الحقيقة بعدد وأولاد ومال جدا من مصر بيشتغلوا في السوق الأسباني وجم عبروا كل هذه المساحة وعملوا نماذج مشرفة في استماع السياحة في مصر في أسبانيا. أعتقد أن بهذا الشكل وبهذا من هذا المنطلق السياحة الأسبانية ستعود بقوة، وبدأنا الأجندة الترويجية عن طريق المعارض الدولية بداية قوية وصحيحة. طيب عدد الشركات تعاودت تجاوز 26 شركة. طيب كل الفنادق اللي في مصر موجودة. أستاذ محمد، يعني كان دايما بيتردد أنه طريقة أو أسلوب المشاركة بيكون مش لصالح الوجهات السياحية في مصر، يعني بشكل عام أنه بيتم التسويق لمصر كوجهة سياحية يعني بشكل عام هي على بعضها، لكن كان من المفترض انه يتم التسويق لكل وجهه سياحيه في مصر منفصله عن الاخرى. وده اللي تم الحقيقه. انا بتكلم حضرتك، انا موجود في الاقصر وانا بقول لك في مدريد، واحنا بنمثل صناعه السياحه في الاقصر واسوان، وانا بقول لحضرتك ان ده التقسيم. حضرتك قلت كلام صحيح جدا. كانت تسوق مصر في القديم على انها مصر، حط الغردقه مع شرم مع الاقصر مع اسوان مع القاهره مع الساحل الشمالي. الحمد لله عندما اعلنت الاقصر عاصمه للسياحه في العالم خدنا قرار بجمعيه قويه اسمها جمعيه الحفاظ على السياحه الثقافيه، جمعيه ممثله وممثله في المعرض. احنا جايين هنا بنبيع براند اسمه الاقصر، لاول مره الاقصر بتمثل، او الاقصر اسوان الحقيقه عشان ابقى اكثر صدقا، السياحه الثقافيه بتمثلها بلوجو معين ببراند معين بسلوجان معين. هناك كيان اسمه السياحه الثقافيه الاقصر اسوان. الغردقه بتعمل نفس الشيء الان. كلام حضرتك صحيح جدا. انا الاوان ان احنا نبيع مصر كخمسه ديستنيشن، لان حقيقه الامر ان مصر مش ديستنيشن واحد. شرم ديستنيشن، الغردقه ديستنيشن، القاهره ديستنيشن، الاقصر اسوان ديستنيشن، والساحل الشمالي ديستنيشن. لو احنا عملنا كده، وده اللي موجود في كل دول العالم اعتقد، مع سياسه تسويقيه قصيره المدى وطويله المدى على شريط الامر، ومهم جدا انا بستغل وجود حضرتك ان احنا عندنا مشكله يجب ان تفكر فيها الدوله الان، وهو ان احنا من الاسئله التي سئلنا فيها والتي وضعتنا الى حد ما في مشكله او في مازق قليلا، هو هل سيتم شحوط المراكب؟ ما يتم في نهر النيل من شحوط للمراكب وتعرض المراكب للشحوط وتغيير برامجها قد ينسف كثير من جهود التنشيط اللي بتقوم بها شركات السياحه، لان اللي موجود هنا شركات السياحه. وانا برضو بقول لحضرتك هنا في اسبانيا نماذج مصريه تستحق الاشاده بها. يعني بنتمنى طبعا مع مشاركة مصر في معرض الفيتور في إسبانيا، وأنه دي أول المعارض في العام الجديد 2018، أنه بالفعل تكون بتحمل أسلوب مختلف لصالح التسويق للوجهات السياحية المختلفة في مصر، وطبعا هي غنية ومتنوعة جدا. بنشكر حضرتك جدا أستاذ محمد عثمان الخبير السياحي، كنت معنا من إسبانيا. بنكمل معاكم اخبارنا، وبنروح لايضا حاجه مهمه جدا هنا في مصر، وهو تطوير العروض الصوت والضوء. طبعا العروض اللي بتحظى بشهره كبيره وبيستمتع بيها العديد سواء في مصر او خارج مصر. فصرح رئيس شركه الصوت والضوء الدكتور سامح سعد ان هناك اتجاه للتعاون مع شركه فرنسيه اماراتيه براس مال مصري لتطوير العروض التي تقدمها للسياحه لعرضها بطريقه مختلفه
وكذلك تطوير الخدمات بمنطقة أبو الهول. وأضاف أن الشركة المقدمة لعروض برج خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة هي ستتولى عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات. وهنتعرف على تفاصيل أكثر من أستاذ سامح سعد رئيس شركة الصوت والضوء. أستاذ سامح صباح الخير، أهلا بحضرتك معنا. صباح الخير يا فندم. أستاذ سامح يعني أهلا بحضرتك، يعني وضح لنا إزاي هيتم تطوير عروض الصوت والضوء في يعني في إطار هذا التعاون. أول حاجة في عون بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة العروض الصوت والضوء ديت يعني عروض فنية بتقام بتسرد تاريخ الهرم وما دار في هذه المنطقة. طبعا حضرتك عارفة أن التكنولوجيا اتغيرت النهاردة والعالم بقى فيه منافسين لينا في طريقة العرض، فبقى فيه بالفور دي بالليزر بطرق مختلفة تماما. عشان نعمل تحديث لطريقة العرض نفسها الموضوع ده مكلف جدا وباستمرار بيتكلف، لأنه باستمرار لازم يتغير. النهاردة أنا لو معايا موبايل من 5 سنين فاتوا هلاقيه مش نافع، مش شغال، خلاص مش بيشدني. فالحقيقة من سنتين تم التعاقد مع شركة تكنولوجيا فرنسية، المقر موجود في دولة الإمارات والمستثمر الرئيسي مستثمر مصري، لتطوير مش بس عروض الصوت والضوء، لا لتطوير منطقة أبو الهول، بمعنى أن أنا بغير الكافيتريات والمطاعم والحمامات وكل الخدمات اللي موجودة. لأن النهاردة يعني ده مش خاص بعروض الصوت والضوء فقط، هو تطوير كمان المطاعم ومنطقة الخدمات اللي بتخدم الناس في منطقة أبو الهول فقط. النهاردة الحاجات دي اتعملت، يعني كل المنشآت دي اتبنت سنة 62، فالطبيعي بقى خلاص العصر اتغير ومحتاج استثمار ضخم جدا، وده اللي بيخش بيه الشركة المستثمرة وأنا داخل معاه شريك في الأرباح. يعني هو ده هو، بس المشكلة أن في معلومات معينة، في أخبار طلعت ناقصة. صحيح، احنا بنستغل وجود حضرتك معانا وعايزين نصححها للمشاهدين يا استاذ سامح. ما انا بقول حضرتك التصحيح بتاعي، هي شركه مصريه براس المال مصري 75% راس المال مصري. الشريك هو شريك شركه فرنسيه ولكن مقرها الامارات ما لهاش دخل خالص بالموضوع، ولكن مقر الشركه الفرنسيه في الامارات. ولما حصل الاتفاق الاول يعني هو ده اللي موجود، وده بقول حضرتك في خلال سنه طريقه عرض الصوت والضوء في منطقه الاهرامات هتختلف تماما لتواكب العصر. النهارده يعني مش مجرد بس ان انا بنور احمر واخضر، لا ده الموضوع هتبقى ممكن تلاقي الهرم بيختفي ويرجع يتبني تاني. كل دي عروض بمؤثرات ضوئيه بصريه بما يوازي العصر النهارده. فالعقد شراكه لمده 20 سنه، احنا بنخش طبعا شركاء في الارباح، وبعد الفتره العمرانيه بتزيد نسبه الربح بتاعي، وداخل معايا طبعا وزاره الاثار في هذا، وتبقى نقله حضاريه لمصر. انا عايز بس اضيف حاجه اخيره، المستثمر المصري اللي دخل ممكن ما يرجعش العائد على الاستثمار، بس هو داخل علشان مصر يبقى نقله حضاريه بالنسبه للسياحه في منطقه الاهرام والناس كلها تتكلم علينا، ان هو بيحب مصر عشان كده يعني مش داخل ان هو ياخد فلوس، لا هو عارف انه ممكن ما يرجعش العائد على الاستثمار، لكن ان شاء الله هيرجع لان هتدخل ايرادات عاليه جدا. يعني كما اكيد طبعا منطقه الاهرامات يعني هي ايقونه الاثار المصريه القديمه في مصر، وجهه سياحيه يعني رئيسيه وهامه وشهيره على مستوى العالم. في انتظار هذا التطوير بعد عام زي ما حضرتك ذكرت، بنشكر حضرتك جدا استاذ سامح سعد رئيس شركه الصوت والضوء، شكرا جزيلا. نكمل معاكم اخبارنا، والحقيقه بنروح لخبر كان يعني هو بيرد على جدل اثير من عام 2013، تحديدا غرفه نوم الملك فاروق في حديقه الحيوان ومدى اثريتها. فاعلنت وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي عن ان ما تم تداوله بوسائل الاعلام حول استبدال حجره نوم مخصصه للملك فاروق بحديقه الحيوان بالجيزه وهو الامر الذي تم التحقيق فيه عام 2013 بعدما تم اثارته اعلاميا
عالميا حينها، وتم التأكيد على أن الحجرة لا تعد من المقتنيات الأثرية. وأشارت الوزارة إلى أنه تم حينها أيضا إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات بشأنه، الأمر الذي قامت معه النيابة الإدارية بالتحقيق مع جميع المعنيين بالموضوع، وانتهت إلى أن ما نشر في هذه الصحف آنذاك عار تماما من الصحة، وتم حفظ الموضوع قطعيا لعدم صحته. وبنتكلم عن الكشوف الأثرية، والحقيقة كل يوم بيحمل جديد في الكشوف الأثرية، والجميل أيضا هذه الأيام أنه هذه الكشوف بقت بتتم بأيدي مصريين وبعثات مصرية. نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة العالمين في الكشف عن مقبرة منحوتة في الصخر من القرنين الأول والثاني الميلادي، وذلك أثناء الإشراف الأثري على أعمال البنية الأساسية لمدينة العالمين الجديدة. وعلى جانب آخر بيفتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم المرحلة الثانية من مشروع ترميم مجموعة باب الوزير، وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت حوالي 26 مليون جنيه. وإلى قطاع الطيران ومشاركة مصرية في أحد المعارض الدولية أيضا، شاركت مصر للطيران في المعرض الدولي السياحي للإجازات بالعاصمة النمساوية فيينا. وتسير مصر للطيران 5 رحلات أسبوعيا إلى فيينا، وتتطلع للمزيد من الرحلات خلال الفترة القادمة. في سياق آخر، شاركت مصر للطيران في فعاليات معرض أوتريخت الدولي للسياحة والسفر في هولندا. واسمحوا لنا مشاهدينا ان احنا نرحب باستاذ باسم حلقه نقيب السياحيين معنا في الاستوديو. استاذ باسم صباح الخير، اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك. صباح الخير. يعني حضرتك متابع اخبارنا، احنا الحقيقه في البرنامج زي ما احنا متعودين بيكون بنعلق على بعض الاخبار السياحيه اولا، وبعد كده بننتقل الى نقاش احد الموضوعات زي ما نوهنا هتكون عن الاستعدادات لاستقبال السياحه الروسيه. لكن حضرتك متابع معانا الاخبار، الحقيقه كان اخر خبر بنتكلم عن قطاع الطيران ومشاركه في المعرض الدولي السياحي للاجازات بالعاصمه النمساوية فيينا، أهمية هذه المشاركة من وجهة نظر حضرتك. هو عايزين نتفق طبعا أنه قطاع الطيران قطاع مهم جدا للقطاع السياحي، وبدون هذا القطاع ما نبقاش في سياحة. فكرة مشاركة القطاع الطيران في أو شركة مصر الطيران في مثل هذه المعارض السياحية، ده بيدي دلالة على أن القطاع الطيران يعي تماما أهمية دور الحركة السياحية في تنشيط كمان الحركة الطيران بالنسبة له، وبالتالي مشاركته في المعارض السياحية في دول أوروبا. الحقيقة يعني الجزء ده محتاج رؤية جديدة من قطاع الطيران في تعامله مع القطاع السياحي داخل مصر. عايزين نتفق انه اسعار التذاكر في الرحلات الداخلية من القاهرة الى اي من المدن السياحية هي مبالغ فيها، انا شايف وجهة نظري، ولابد من ان قطاع الطيران يبتدي يراجع نفسه ايضا في عملية الأسعار، لأن كل ما انخفضت تكلفة الرحلة بالنسبة لسعر تذكرة الطيارة ده هيساعدنا كتير في القطاع السياحي ان احنا نقدر نزود من حركة النقل الجوي للسواح من وإلى اكيد بما يتناسب ايضا مع جودة الخدمة، انه ده ما يقللش منها. اسمح لنا استاذ باسم ان احنا نكمل مع حضرتك اخبارنا، ومن اخبارنا العربية وتحديدا الامارات، اعلنت مجموعة طيران الامارات عن صفقة بقيمة 16 مليار
مليار دولار لشراء 36 طائرة إيرباص من طراز A380S على أن يبدأ تسليم الطائرات إلى عملاقة النقل الجوي الإماراتية في 2020. وبتشمل الصفقة 20 طائرة و16 20 طائرة مؤكدة و16 طائرة اختيارية بالإضافة إلى أسطولها من طراز A380 ليصل إلى 178 طائرة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 60 مليار دولار. يعني هذا التطوير وهذه الإضافة إلى مجموعة طيران الإمارات. أيضا لو بنتكلم على هنا في مصر كان في إضافة أيضا لأسطول 45 طيارة مؤخرا مصر طيران بدأت إضافة. يعني إلى أي مدى احنا مواكبين لهذه الحركة يعني العالمية؟ هي مصر بتنطلق بشكل كبير في كتير من القطاعات ومنها طبعا قطاع الطيران، وطبعا عملية إضافة كمان وتحديث الطيران المصري بإضافة 45 طيارة لأسطولها، ده هيساعد في المنافسة لفتح ديستنيشنز كتيرة وجديدة لجلب الركاب أولا في المقام الأول كرحلات منتظمة، وفي نفس الوقت بتوسع من فرصة جلب السياحة للقطاع لمصر. أكيد بنتمنى ده. بنروح لأخبارنا عن السياحة العالمية، ورجحت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بأن تحل إسبانيا مكان الولايات المتحدة كثاني وجهة سياحية في العالم مع وصول 82 مليون زائر إليها في العام الماضي. والمنظمة الدولية أكدت على أن فرنسا ستحافظ على موقعها الأول عام 2017 الذي اعتبر عاما جيدا في هذه الصناعة مع ارتفاع عدد السياح في العالم بنسبة 7% في 2016 في أكبر زيادة خلال 7 أعوام. يعني أستاذ باسم، احنا مع الإعلان عن ارتفاع نسبة عدد السائحين في العالم بنسبة 7% 2016، احنا بنتمنى طبعا انه يكون لمصر اكيد نصيب كبير في هذا الارتفاع. هو مصر طبعا ما فيش شك انه عام 2018 القادم ان شاء الله في تفاؤل كبير جدا بزيادة الحركة السياحية لمصر، والنسب الزيادة يمكن اتوقع انها ممكن تبقى ضعف الزيادة اللي تمت في 2017. اكيد بنتمنى ذلك. واسمح لنا استاذ باسم ان احنا نروح لهذا التقرير عن هذا الخبر ونرجع تاني نكمل حوار. مع اقتراب انطلاق الرحلات الجوية الروسية إلى مطار القاهرة، كشفت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس عن أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد توجه الرحلات السياحية من موسكو إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة مباشرة، وسيساعد عودة الطيران العارض التشارتر خاصة للمدن السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ في عودة السياحة الروسية بكامل طاقتها لمصر. وبحسب الوكالة الروسية، تتواصل المفاوضات بين القاهرة وموسكو لمناقشة المعايير الفنية لاستئناف الرحلات الجوية بين العاصمتين، فضلا عن مطالبات الجانب الروسي في زيادة الإجراءات الأمنية الإضافية بمطاري شرم الشيخ والغردقة. وتبدأ فعليا الرحلات بين مصر وروسيا في شهر فبراير القادم، مما سيجذب أعدادا كبيرة من السياحة الروسية وبخاصة الشريحة ذات الدخول المرتفعة في روسيا، حيث بدأ منظمو الرحلات الروس في إعداد برامج ورحلات سياحية لمصر من جديد. ويتوقع أن يؤدي قرار عودة الطيران الروسي إلى رواج في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من باقي دول العالم، خاصة مع تحسن الصورة الذهنية عن مصر في المقاصد السياحية العالمية، مما سيجذب المزيد من الحركة السياحية إلى المنتجعات المصرية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وأن الأجهزة الأمنية الروسية أبلغته أن الجانب الروسي مستعد لفتح الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة. وعلقت موسكو الرحلات الجوية مباشرة من وإلى مصر في أواخر عام 2015 إثر تفجير طائرة روسية أسفر عن مقتل 224 شخصا في شرم الشيخ. تسبب حدث تفجير الطائرة الروسية وإيقاف الرحلات الجوية بأضرار كبيرة لقطاع السياحة في مصر، وتدر السياحة التي تعد أحد أهم مصادر الاقتصاد قرابة 20% من العائدات بالعملات الأجنبية. وكانت مصر قد استقبلت قرابة 3 ملايين سائح روسي في عام الذروة 2010، حيث تصدرت الوفود السياحية الروسية صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ومعانا أستاذ باسم حلقة نقيب السياحيين. أستاذ باسم، يعني الحقيقة التقرير كان بيتكلم عن عودة السياحة الروسية في الفترة المقبلة لمصر، زي ما احنا الحقيقة كنا نوهنا في مقدمة الحلقة، والاستعدادات لعودة السياحة الروسية والضوابط في قطاع الطيران وما إلى ذلك. حضرتك حابب تبتدي معانا الكلام عن هذه الاستعدادات ازاي؟
هو طبعا ما فيش شك انه بعد انقطاع سنتين كاملين بانحصار او منع حركة الطيران من روسيا لمصر، هو ما منعوش السياحة، هو منعوا بس حركة الطيران، ودي عملت معوق كبير جدا في عدد السائحين الروس اللي بيجوا مصر، خاصة انه كان بيعتمدوا في المقام الاول على رحلات الشارتر او الطيران العارض اللي بيتوجه مباشرة من عدد من اقاليم روسيا، لان حضرتك عارفة ان روسيا مساحتها كبيرة جدا، فبتبتدي الطيران يتحرك يوصل لشرم او للغردقه، فكان بيبقى سعر الرحله بالنسبه لهم رخيص جدا. طبعا بعد الاتفاقيه الجديده اللي اتعملت ما بين السيد وزير الطيران ووزير النقل الروسي باستئناف الرحلات المنتظمه كمرحله اولى وتوقيع بروتوكول بالفعل في يناير، هيبدا يعني فاضل لنا اسبوع تقريبا وتبدا نستقبل اول رحله طيران منتظم ما بين موسكو القاهره وموسكو. احنا في القطاع السياحي طبعا بدأنا نعمل استعداداتنا لاستقبال السياحة الروسية، ويمكن عايز اقول لحضرتك انه محركات البحث في تذاكر الطيران كلها ادت انه بعد هذا البروتوكول وتوقيعه اكبر نسبة بحث على رحلات لمصر او للقاهرة من روسيا كان وصل الى 75% من الروس بيبحثوا عن سعر تذكرة مناسب للقاهرة. طيب يعني ما عدا وجود رحلات الشارتر حتى الان، ازاي ان احنا نقدر يعني بالفعل نسوق سياحيا مرة اخرى للوجهات السياحية الغردقة او شرم للسياحة الروسية القادمة يعني في ظل هذه الصعوبة حتى الان؟ هو طبعا وصول الروس لمنطقتين اساسيتين هم بيدوروا عليهم، هو طبعا شرم الشيخ والغردقه. طبعا لما هيوصلوا لنا القاهره، احنا في القطاع السياحي اللي نقدر نعمله ان احنا بنبتدي نحضر ونجهز اتوبيسات سياحيه بتنقلهم من القاهره الى المدينتين دول كسياحه ترفيهيه على الشواطئ. بس دي بتدي فرصه كويسه للمنشات السياحيه والفنادق اللي موجوده في القاهره ان هو ممكن يقيم ليله او اتنين، وده بيدي له فرصه ان هو يشوف مناطق اثريه او سياحه ثقافيه، يروح يشوف الاهرامات ابو الهول، يعمل كروزه في النيل، يعني يبعد شويه عن السياحه الشاطئيه، يعني ممكن ياخد اوفر داي كده، يعني كنا الاول بيروح وبعدين يرجع القاهره ياخد الفسحه بتاعته وبعدين يرجع تاني عشان ياخد طيارته ويمشي، فدي بتبقى فرصه كويسه. فاحنا بنطلع نعمل له البرنامج بتاعه ليله او اتنين في القاهره، وبعد كده يبتدي يتوجه يقضي مدته اللي هو عايزها في شرم او في الغردقه. طبعا بنتمنى انه وزاره الطيران او شركه الطيران الوطنيه بتاعتنا انها تبتدي تدرس بسرعه امكانيه انها تشغيل رحلات مخفضه مباشره من القاهره الى شرم او الى الغردقه، لان طبعا هيساعد كتير، لان مش كل السواح الروس بيرغبوا ان هو ممكن يقعد ليله او اتنين. هو في بالفعل هذه الرحلات يعني موجوده طبعاً من القاهره للغردقه او شرم؟ الرحلات شغاله بشكل يومي وليها جدول كبير طول اليوم، لكن المشكله في سعر التذكره دي لما يعني بالنسبه للسائح الروسي ده مش طبعا لما بنحمله على على البرنامج بتاع الرحله بيبقى السعر غالي بالنسبه له. يعني هل السياح من جنسيات اخرى يعني بيتعاملوا مع هذا السعر وبيروحوا من خلال هذه الرحلات؟ طبعا في دول يعني نقول مثلا القدره الاقتصاديه بتاعتها اقوى شويه زي المانيا زي ايطاليا، بعض الدول في غرب اوروبا، دول عندهم امكانيه، سويسرا عندهم امكانيه انه مش مشكله، لانه لما بيقارنوا بتحويله باليورو فبيبقى بالنسبه له مبلغ مش كبير وسعر معقول فير يعني. لكن احنا في نفس الوقت احنا عايزين ننشط الحركه السياحية خاصة من روسيا، وفي نفس الوقت السياحة الداخلية هنا في مصر، أي أسرة مصرية تقدر أنها تحجز وتسافر بالطيران بتاعها. يعني عايزين نوضح برضو أستاذ باسم، يعني ليه السياحة الروسية كانت يعني غيابها أو انقطاعها في السنتين الماضيين كانوا مؤثر جدا في السياحة المصرية بشكل عام، ويعني منين بتأتي أهميتها للسياحة المصرية؟ وحضرتك يعني أشرت إلى نقطة وهي معدل الإنفاق، إنه في جنسيات أخرى ربما بتنفق أكثر. خلينا نتفق ان روسيا مصر بالنسبه لها تعتبر من اهم الوجهات السياحيه ليها، وبالتالي عدد كبير جدا من الروس بييجوا يتوجهوا الى مصر تحديدا بمستويات دخل مختلفه الحقيقه. عايزين نقول انه نسبه يمكن 55 اكثر من نص الغرف اللي موجوده في الفنادق والقرى السياحيه في شرم او في الغردقه بيشغلها عدد كبير من الروس كجنسيه واحده.
وبالتالي من هنا بيبقى التأثير قوي جدا لما فجأة نص الإشغالات بتاعتك انحصرت ومبقتش موجودة، فالفندق بدأ شغال على جنسيات أخرى يعني ما كملتش ربع الغرف اللي موجودة في المنشأة، فبالتالي ده بيأثر أثر سلبي، لأن احنا في النهاية عايزين المطابخ بتاعتنا تشتغل، حركة الخدمة داخل المنشأة تشتغل، شركات السياحة تبتدي تشتغل عليها برامج، بتوع السفاري بتوع الدايفنج، يعني في صناعات كتيرة، الحركة نفسها في الشارع للسوبر ماركت العادي اللي جوه المدينة اللي بيشتري منه مية مثلا أو يعني بيقضي سهرة هنا سهرة هنا، ففي حركة حياة في الشارع خصوصا في شرم الشيخ او الغردقه. يعني معدل الانفاق العالي عند بعض الجنسيات الاخرى ما بيعوضش لا يعوض الروسية طبعا يعتبر عدد كبير جدا بيبقى موجود، فبالتالي بالنسبه لنا احنا بنبقى مبسوطين جدا بحركه التشغيل اللي موجوده، يعني اما ابقى اخش الفندق الاقي في حياه وفي حركه وافواج، واخش الاوبن بوفيه الاقي في اعداد كبيره، ده بيدي حياه وبعدين ده بيعوض ده، يعني احنا في السياحه بنبقى سعداء جدا لما بنلاقي الفندق بتاعنا مليان، فده بيدينا يعني فرصة كويسة جدا ان احنا نحس انه وبيشجع جنسيات تانية انها تحجز ويبقى في دخل كويس بالنسبة لنا. طب واحنا بنتكلم عن الفنادق والمنشآت السياحية، يعني مدى استعدادها لعودة السياحة بهذه الارقام اللي كانت عليها في السابق بعد فترة الانحسار او التراجع؟ شوفي حضرتك، هو طبعا احنا السياحة الروسية مش مجرد ما داس الزرار بدأت الأفواج تيجي بكثرتها، ولكن هي تبتدي تزداد تدريجيا. يمكن الأسبوع القادم هنبدأ نستقبل أول أفواج هتبتدي توصل للقاهرة إن شاء الله من موسكو. بدأنا في طبعا بعض الفنادق كانت متوقفة تماما عن التشغيل خلال السنوات الماضية لضعف الأعداد اللي موجودة بتجيله من السواح. في فنادق توقفت جزئيا، وفي فنادق تعتبر على مستوى كبير شوية شغالة ما زالت محافظة على وقتها وإمكانياتها. طبعا احنا خلال الفترة بقى اللي فاتت دي كلها بنبدأ عملية تجديد وتحديث للمنشأة السياحية بتاعتنا. بس طبعا احنا عندنا معوق، نتمنى مع الوزيرة رانيا المشاط انها كخبيرة اقتصادية تفتح لنا خط مع البنك المركزي لفتح باب القروض مرة أخرى اللي وعد بها سيد محافظ البنك للقطاع السياحي لإعادة التجديد لمنشآته، وحتى العربيات اللي كانت موجودة عندنا من 5 سنين النهاردة بقت قديمة، محتاجين نجدد الأسطول بتاعنا، محتاجين نجدد منشآتنا، ده هيساعد. فمع وجود السياحة الروسية تدريجيا بنبتدي احنا كمان نعمل أبجريد للمنشآتنا بحيث يعني مع تولي وزيرة السياحة الجديدة رانيا المشاط طبعا، وهي من خلفية اقتصادية زي ما حضرتك ذكرت، انه يتم بالفعل يعني الدفع بمقومات جديدة في قطاع السياحة وتلافي السلبيات ربما في فترات سابقة. للأسف أستاذ باسم وقت حلقتنا انتهى، بنشكر حضرتك جدا أستاذ باسم حلقة نقيب السياحيين، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. شكرا. مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع، الأسبوع القادم بيتجدد اللقاء والمجلة السياحية.